لبن يا روكا. يا رولو مالك؟ ما تاكل يا مي. رحيم مبروك على الشقة يا سيد، ولو اني شايف ان ذوقك زبالة. انت جاي ليه؟ ممكن يا ولاد تخش جوه عشان هنتكلم انا وبابا في شغل. شغل ايه اللي هتكلم فيه؟ هتعرف لما الولاد يخشوا جوه. خير يا رحيم؟ لا خير ان شاء الله. دي عشان ما تاخدش اقل رحاب غصب عنها. ودي عشان تبطل تزل رحاب تاني. استنى فاهمك حاجة رحيم. ودي بقى حساب قديم كان لازم يتصفى. تعرف يا سيد ايه اللي كان مانعني عنك طول السنين اللي فاتت؟ العيال اللي جوه دي، لان انا عارف يعني اب، وعارف انه مهما غلط برضه هيفضل اب في نظر عياله. انا مش عايز العيال دي في يوم من الايام تقول ان خالنا عزبونا، لانهم في النهايه حته مني. ان كان شيطانك ضحك عليك وهيالك انك لما تاخد العيال دي تبقى انت كده بتلوي دراعنا، لا كده تبقى انت غلطان، وغلطان قوي كمان. فاهم؟ غلطت في ايه يا رحيم؟ عيالي يا اخي وحبيت اشوفهم، غلطت في ايه؟ حقك، بس انا الاوان بقى يرجع لامهم. مش هتاخدوا عيالي مني يا رحيم، في الاول وفي الاخر انا ابوهم. سيد انت ادفى من اني اخد ودي معاك في الكلام. انا هندع العيال دلوقتي عشان يسلموا عليك قبل ما اخدهم واديهم لامهم. يلا اثبت نفسك كده. حاضر يا رحيم، حاضر. يا بنات تعالوا. تعال يا روكا. يلا يا بنات سلموا على بابا قبل ما نمشي علشان ماما مستنياكم. هنمشي يا بابا؟ اه حبيبتي، هتروحوا مع خالكم لماما. ها مالك يا بابا، انت تعبان ولا ايه؟ لا حبيبتي انا زي الفل، تلاقيش. يلا روحوا مع خاله بقى، ما تعملوش مشاكل. ها ماشي يا روكا. يلا بنات عشان ما تاخرش. هتموت بإيدي. مبروك البراءة يا سامي. يا أخي بيقولوا اللي بيخش السجن ده نفسه بتتسد عن الأكل. أنا يا أخويا شايفك يعني جايب لي الطبق لمسة أكتاف. الكلام ده بيحصل مع اللي بيقعدوا في السجن مدة طويلة، لكن بالنسبة لي أنا أديك زي ما أنت شايف السجن ما استحملنيش أكتر من يوم. أنا عارف، مش يمكن ترجعوا تاني؟ مستحيل مستحيل. سامي عوض ما يدخلش السجن مرتين. طب وإن دخلتك تاني؟ عارف يا سامي، وأنا صغير كنت عامل مشاكل مع العيال كلهم. بابا حب يحل المشكلة دي، عمل ايه بقى؟ جاب لي قطه، قطه صغيره كده، وقال لي اللي يعرف يتعامل مع الحيوانات هيعرف يتعامل مع البني ادمين. في يوم دخل عليا لاني ماسكها بغرقها، افتكرني بموتها، رقعني حته قلم مش ناسيه لحد النهارده. هو كان فاكرني هموتها، بس انا ما كانش قصدي اموتها، انا كنت مستمتع بالرعب اللي في عينيها وهي حاسة إن روحها بتتسحب منها حبة حبة. وأنت بقى بتلعب معايا اللعبة دي عشان ترهبني؟
بس الحاجة الحلوة المرة دي إيه بقى؟ إن بابا مش موجود عشان يديني بالقلم. شوف يا عماد بيه، كل الحكايات دي اللي أنت حكيتها لي عنك وأنت صغير أنا حافظها كلها وأقدر أكررها لك بالحرف الواحد، لكن أنا بعيد عن الشغل، أنت تقدر تعرف أنا فين؟ ما تقدرش تعرف ولا حرف، عشان كده أنت هتفهمني، أنت اللي المفروض تخاف مش أنا، عشان أنا عارفك كويس قوي. ده حسن يا سامي. ومين قالك ان الحكايات دي حقيقيه؟ مش يمكن بسرح بيك؟ عموما بكره كل شيء يبان. بكره؟ بكره كان نفسي تبقى معانا بكره، بس يلا عليه العوض يا سامي يا عوض. كان نفسي تبقى معانا، بس قدامك فرصة ممكن تستغلها، حاول تستغلها كويس. يا سامي يا سامي يا سامي. ألو. أيوة رامي، عاوزك تنفذ اللي طلبته منك بالحرف الواحد. ماما، ايه ده؟ انتوا كويسين؟ انتوا كويسين يا بنات؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. رحيم، انا مش عارفه اقول لك ايه يا رحيم، مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليك يا رب، انا كنت فاكره ان انا مش هشوفهم تاني بجد. شكرا. شكرا على يا رحاب، دول زي ما هم بناتك بناتنا كمان، وانا مش هقبل ابدا ان هم يعيشوا بعيد عنك. وانت عملت ايه معاه؟ لا ما تقلقيش، انا لا يمكن اذي ابو عيالك. ربنا يخليك ليا يا رحيم، بس ادعي ربنا بقى انه ما يضطرنيش اعمل حاجه نندم عليها كلنا. تحب اكلمه؟ والله براحتك، اللي انت شايفاه صح اعمليه، بس عايزك تتأكدي دايما ان انا معاكي وفي دارك، فاهمة؟ الحمد لله الحمد لله. رمضان رمضان، ايه انت لسه ما بتدوش شغل ولا ايه؟ شغل ايه يا سيد ديب؟ انت شايف العمال لسه ماشيين والليل لسه ما دخلش. انا بقول لك مستعجل يا رمضان، مستعجل يا اخي. ما تقلقش، انت بس اللي جاي بدري، كل حاجه تخلص النهارده. بقول لك ايه، انا هعمل لك كوبايه شاي قبل ما تخلصها يكون بدأنا الشغل. ماشي. يا رمضان! ايه؟ ابعد اجيب لك الفيش والتشبيه بتاعي عشان تتاكد؟ لا لا مؤاخذة يا احمد بيه، انت عارف انا اتبهدلت كتير قوي في الاقسام عشان خاطر حوار ممدوح اخويا يعني، وانا بدور عليه. كمان اليومين دول بيحصل لي حاجات غريبة جدا. من فترة كده جالي واحد قال ان هو صاحب اخويا ممدوح وعايز يشوف الايميلات بتاعته، واديتها له. وجي كده من فترة كده برضو ظابط تاني وقال لي ان هو عايز يشوف الايميلات، وادي دلوقتي حضرتك. ظابط تاني؟ اسمه ايه؟ اسمه خالد، هو زميل حضرتك في الامن الوطني.
بس انا رفضت اديله ايميلات. لا مؤاخذه. اتفضل. دي الفلاشه اللي عليها الايميلات. اللي بقول لك يا احمد بيه، مفيش اي حاجه جديده ظهرت على اخويا؟ اي حاجه؟ بدايله. رحيم، ما بترديش على تليفونك ليه؟ ما اعرفش. أنا مش عايزة أشوفك تاني. ليه؟ ما أنا قلت لك ما تخافيش. رحيم، لو سمحت ممكن تسيبني؟ أنا مش عارفة أعيش وأنت معايا. بعد إذنك ممكن تنساني؟ أنساكي؟ أنا لو هنساك يا داليا يبقى هنسى الدنيا كلها. ولو قلت لك إن قربك مني مين يا حياتي؟ رحيم، أنا مش عارفة أقولها لك إزاي، بس أنا مش عارفة أفكر غير كده. القريبين منك هما بس اللي بيتأذوا يا رحيم. ممكن تبعد؟ وأنا مش عايش معاك غصب عنك. بس خليكي متأكدة إني هسيب لك دايما بابي مفتوح. والباب المفتوح أنا هقفله.